في خطوة مهمة لتعزيز قطاع الصناعة الألمانية بالمغرب، افتتحت مجموعة كوستال الرائدة عالميا في تصنيع المكونات الإلكترونية لصناعة السيارات مصنعها الجديد ضمن المنصة الصناعية لطنجة المتوسطة. هذه المنشأة الجديدة تمتد على مساحة 12500 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون يورو. شركة كوستال شركة ألمانية عالمية متواجدة في أكثر من 20 دولة حول العالم. التخصص ديال شركة كوستال هو الصناعة المعقدة ديال المنتوجات ديال السيارات، واليوم متواجدين في الافتتاح ديال كوستال المغرب اللي متواجد في المنطقة الصناعية ديال طنجة. بهذه الوحدة الجديدة سنوفر أزيد من 400 منصب شغل إضافي هذا العام، وبقدرة إنتاج ل 50 مليون قطعة غيار سيارة في السنة. منذ تأسيسها الأول في المغرب عام 2016 شهدت كوستال نموا ملحوظا، حيث حققت أكثر من 75 مليون يورو في رقم معاملاتها، وتوظف حاليا أكثر من 700 شخص، وتنتج المجموعة مكونات سيارات متقدمة تتميز بخصائص ميكانيكية مبتكرة ما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية. هذا المصنع المزود بأحدث وأعقد تكنولوجيات العالية، ومتخصص لصناعة أجزاء إلكترونية خاصة بالسيارات، بحيث أن مجموعة من الموديلات ديال السيارات، كل السيارات التي تجوب العالم تحتوي على جزء يتم تصنيعه في هذا المصنع. وتستفيد كوستال من موقعها الاستراتيجي القريب من مراكز السيارات الرئيسية وشبكات النقل القوية التي تميز طنجة المتوسطة، لتعزيز قدرتها على النمو والتوسع الذي تشهده عالميا، حيث لا تكاد عربة ألمانية في العالم تخلو من قطع غيار هذا المصنع.